صقر ذكرني أجاوب على سؤالك آخر الدرس. زين توكل، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا للكتاب شرح الأربعين النووية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 20 من صفر لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 16 من الشهر 9 لعام 22 و2000. وما زلنا في فوائد الحديث العاشر، وقد أخذنا الفائدة الأولى ووقفنا على الفائدة الثانية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثانيا، كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، ولذلك حل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. نعم. ثالثا، أن الله تعالى غني عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا. فالعمل الذي فيه شرك لا يقبله الله عز وجل لأنه ليس بطيب، وكذا التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب، والتصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأخبث الأعمال الشرك، وأشنعها وأفظعها، وهو الظلم العظيم. فلا يقبل الله عز من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الكريم. ولذلك في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي حديث: فهو الذي أشرك. فالعمل إذا كان فيه رياء، كان فيه شرك، كان لله ولغير الله، هذا لا يقبله الله عز وجل. كذلك من الأعمال التي لا يقبل الله عز وجل اللي هي شر الأمور التي هي محدثاتها، فالبدع لم يأذن الله عز بها، فمن تقرب إلى الله عز وجل ببدعة فإن عمله إيش؟ رد، يعني مردود. كذلك لا يقبل الله عز وجل من الصدقات إلا طيبا، يعني إلا حلالا مباحا. لا يقبل الله عز وجل ما كان خبيثا أو محرما، سواء كان حراما لعينه. مثل ماذا حرام لعينه؟ مثل الخنزير حرام لعينه. أو كان حرام لكسبه، مثل ماذا؟ مثل الربا، الرشوة، ها، الغصب، السرقة. واحد يسرق وتصدق ما يقبل الله منه. ففرق بين ما حرم لعينه وما حرم لكسبه. الطريقة الذي كسب محرم، وبعض الأعيان هي محرمة كالميتة كالخنزير، فهذه لا يقبلها الله. لو تصدق بعبد لله عز وجل. نعم، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. رابعا، تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا. ففي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، وهذا شيء ظاهر. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في العمل المقبول. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا في العمل المردود. صح، الأعمال تنقسم إلى مقبول ومردود. فالمقبول ما كان خالصا لوجه الله الكريم، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمردود ما كان فيه شرك ورياء، وما كان محدثا على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مردود. ولذلك قال: لا يقبل إلا طيبا، هذا حصر، لا يقبل إلا طيبا. يفهم منه أن ما كان خبيثا، ما كان محرما، ما كان محدثا، ما كان شركا، لا يقبله الله عز وجل. أيضا جاء في قبول الأعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني إذا انتقض وضوءه. كذلك لا يقبل الله صدقة من غلول، واحد يغل شيء تصدق فيه ما يقبل الله منه. الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ذلك الأعمال المشروعة أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت على غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو
رد، رد هذا مصدر لكن معناه اسم مفعول. ما معناه رد؟ يعني مردود، احفظها. فهو رد يعني فهو مردود، واضح؟ ولذلك أكثر ما يهم الصالحين هم أنهم يتفكروا في أعمالهم، هل هي مقبولة أم لا؟ هذا أمر يهمهم جدا، حتى أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فهل الذي يخشون منه ألا تقبل أعماله؟ وانظر إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، رفع بيت الله بإذن الله عز وجل وتوفيق الله، ولما فرغ من ذلك ماذا قال؟ قال ربنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأهم أهم أهم ما يكون عند المسلم أن يتقبل الله عمله، إذا لم يتقبل فما ازداد، ما استفاد من عمله إلا التعب والنصب. ولذلك قيل لمن لم يخلص لا تتعب، لمن لم يخلص أتعب نفسك. لماذا؟ لأن الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. وهكذا نقول للمبتدع لا تتعب، لأن عملك ماذا؟ رد. ما معنى رد؟ فهو مصدر بمعنى اسم مفعول، فهو رد. لا تتعب نفسك ما دمت ما لم تكن مخلصا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا عملك مردود، نسأل الله العافية. نعم. قال خامسا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، نعم، وهو كذلك. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أكمل العباد عبادة لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم. وقس حال النبي صلى الله عليه وسلم بحالنا اليوم، فالإنسان منا ينام إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تقصى، ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال حبان وعجزوا أن يلحقوه في تهجده. اللهم صل وسلم. نعم. فهذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يتهجد يقول، فقرأ سورة البقرة، فقلت يركع عند المئة، فمضى حتى أكملها، فقلت يركع، فشرع في سورة النساء وأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها وهو شاب. وابن عباس رضي الله عنهما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ورأى من تهجده ما يقول. والحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوى من الناس بعبادة الله عز وجل. نعم، الرسل خلقوا لعبادة الله، فهم أيضا عباد لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهم مأمورون ومنهيون مكلفون، حتى ربنا جل وعلا يقول في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتر، مع أنه معصوم. يعني ما بالك من هو دون النبي عليه الصلاة والسلام؟ خطير جدا الواحد يتقول على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتر على الله الكذب، انتبه. ويقول الله عز النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولي إخوانه المرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فقد نهوا عن الشرك وعن الظلم وعن وعن إلى آخره، وأمروا فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي اتق الله. فهم مأمورون منهيون، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، بخلاف ما يقول أهل البدع من المشركين وإن تسبوا الإسلام، يقول بأن الله عز وجل يوم القيامة يوكل فلانا بمحاسبة العباد، يوكله ها، يكون يوكل عليا أو يوكل غيره حتى يحاسب العباد. لا مانع، يقول لا مانع بمشيئة الله، الله يفعل ما يشاء، ها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذاك ربنا جل وعلا يوم القيامة يوكل عليا لمحاسبة العباد، دخل الجنة يدخل ويطلع من النار ما يطلع، ها. فالجواب على هذا، هذا كذب، هذا افتراء على الله. من قال بأن الله عز يوكل عليا أو غير علي؟ والله يقول يوم لا تملك، يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
الأمر لله. حتى الملائكة يقومون صفا لا يتكلمون، حتى الرسل كلهم يقول إيش؟ اللهم سلم سلم، نفسي نفسي، وخشعت ها الأصوات من الرحمن فلا تسمع إلا همسة، كل ساكت، كيف يوكل فلان؟ الله عز وجل يقول إن الله سريع الحساب لا يحتاج أن يوكل أحدا. فهذا مع أنه كذب على الله جل وعلا، كذاك مخالف لما أخبر الله جل وعلا عن نفسه في كتابه، وأنه جل وعلا ينادي على رؤوس العباد يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد حتى يجيب نفسه فيقول ها لله الواحد القهار. فالرسل مأمورون، منهيون، عباد لله عز وجل، ليس لهم خصائص الربوبية ولا له شيء، فما بالك من هو دون الرسل؟ من باب أولى، من باب أولى، لا أحد سوى الله عز وجل مستحق العباد، وهذا معنى لا إله إلا الله، ولا أحد يملك شيئا من دون الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، الله وحده لا إله إلا الله. نعم كمل. قال سادسا: أن المؤمنين مأمورون منهيون، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل، وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان، وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. صحيح، الله أكبر. طبعا الشيخ العثيمين سألنا يعني ماذا تأتي بفوائد واضحة، يعني المؤمنون مأمورون منهيون، أكيد أدلة كثيرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال حتى يتعود طالب علم على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث، وإذاك يذكر أحيانا إيش فوائد ظاهرة من النصوص، واضح. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله آمر المؤمنين ها بما أمر به المرسلين، فالمؤمنون مأمورون ومنهيون. ولما قال أمر المؤمنين بمقتضى إيمانهم، يعني لما عندهم الإيمان يمتثلون، بقدر ما عندهم الإيمان يمتثلون. وإذاك إذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يقول مسعود: فأرعها سمعك. من يقول يا أيها الذين آمنوا؟ وأنت واحد من المؤمنين، نداء لك، لا تقول لست أنا المقصود، نداء لك، أنت داخل في هذا النداء. فإذا قال يا، فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإذاك قال وماذا قال؟ إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا ثم أمر بأمر مثل ماذا؟ يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو نادى يا أيها الذين آمنوا ثم نهى عن شيء، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، قال معناه أن امتثال المأمور من الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ثم أمروا، إذا من يمتثل الأمر، امتثال الأمر هذا إيش؟ من الإيمان. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا ثم نهى، معنى اجتناب هذا النهي من الإيمان. فالأمر عظيم جدا، فلذلك بقدر إيمان العبد بقدر ما يكون ممتثلا، كلما زاد إيمانه زاد امتثاله للمأمور واجتناب المحظور. نعم. قال سابعا: استعمال ما يشجع على العمل، وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله. فإذا علم المؤمن أن هذا من المأمورات، أن هذا من مأمورات المرسلين، فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال. واضحة الفائدة؟ استعمال ما يشجع على العمل، يعني كما لو قيل للشخص مثلا: الإنسان الطيب، الإنسان الرجل صاحب مروءة، هو اللي يفعل كذا وكذا، ها الكريم هو الذي يفعل كذا وكذا، الكريم هو الذي يعفو، فهذا تشجيع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ففيه تشجيع، إذن كونوا على طريق المرسلين، فإن الله قد أمركم كما أمر المرسلين. نعم. ثامنا: الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين. صح، كلوا ها من طيبات. نعم. ويتفرع على هذا فائدة: ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي، صح،
الثلاثة الذين جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ يرأوها قليلا فقط، هذا الذي يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. عللوا قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضامن الجنة، فلذلك اكتفى بهذه الأعمال. لكن نحن كم مريد الخير لم يبلغه. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، عبادة لله يترك الزواج. في رواية قال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم. لا لأنه لا يشتهي أكل اللحم أو غير قادر على أكل اللحم، لا، زهدا يترك ما أباح الله، فهذا مذموم. فإذا قال الشيخ: ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. الحديث معروف تكملته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا ها والله إني أتقاكم الله وأخشاكم لله. وفي حديث قال: وأعلمكم بالله أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وفي رواية قال: وآكل اللحم. قال: وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يترك المباحات بدون سبب شرعي أو زاعما أنه أكمل لدينه أن يترك هذه المباحات، فهذا يشرع تشريعا ما أنزل الله به سلطان. وإذا كثير من المعاصي والمنهيات والمنكرات لم يأتي فيها مثل هذا الوعيد الذي أتى في حق هؤلاء وأمثالهم الذين قال أحد ماذا: أصوم ولا أفطر وأصلي ولا أرقد ها ولا وأعتزل النساء فلا أتزوج، يعني ما عملوا زنا ولا سرقة ولا شرب خمر ولا عقوق والدين، لكن ماذا قال في حقهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي بما تفعلون بما قررتم فليس مني. ما نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فليس مني، ولا من زنى فليس مني، ولكن قال في من يحدث عبادات أو يضيفها على غير المشروع ها قال أن هذه ليس من سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالأمر خطير جدا. فإذا قال: ذم من امتنع الطيبات بدون سبب شرعي. نعم. فلو أن إنسانا بعد أن من الله على الأمة بالغنى وأنواع الثمار والفواكه قال: أنا لن أكل هذه تورعا لا لعدم الرغبة، فإنه قد أخطأ وعمله خلاف عمل السلف الصالح، لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن امتنع عن الطيبات بغير سبب شرعي فهو مذموم راد لمنة الله عز وجل عليه. ومن المعلوم بالعقل أن رد منة للمنة إساءة أدب. فلو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددتها فإن هذا يعتبر سوء خلق وأدب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية، ولو كانت الهدية شيئا قليلا فإنه يقبلها صلى الله عليه وسلم ويثيب عليها. ما لم يكن في سبب شرعي لعدم قبول الهدية، كما لو تعطى لعامل يعني موظف في عمله يعطونه هدية، هذا ما يجوز يقبلها. أو يهدى له شيء محرم، كان يهدى له خمر ونحو ذلك لا يقبله. لكن إذا ما كان في سبب شرعي رد الهدية يجب عليك وجوبا أن تقبل الهدية. إذا ما كان في سبب لردها فلا تردها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترد الهدية. هو نفسه ما كان يرد الهدية وقال: لا ترد الهدية، لأن رد الهدية لغير سبب شرعي سوء أدب. لأن الهدية ما أعطي على سبيل التودد، هو يتودد إليك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا ها تحابوا. واضح؟ فواحد يهديك خذ. فماذا تفعل؟ قد يقول إنسان: أنا ما بعود هذا بعدين له منا عليه وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوا، كافى كما أهداك اهده، فإن لم تجد ما تكافئ به فادعوا الله له حتى تجدوا أنكم قد كافأتموه. وذاك من قال: يا أخي جزاك الله خيرا، فقد أبلغ بالثناء يعني، أو أعطاك جزاك الله خير دعوت له. كثير من الناس ما يعرف قيمة الدعاء. ولذلك مثلا الآن ما يقدمه الولد لوالده أعظم شيء ماذا؟ أعظم شيء الدعاء، ومن المجان ترى أعظم من بناء مسجد لوالديك، تصور أعظم من حفر بئر،
أعظم أعظم أعظم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق قال أو ولد صالح يدعو له، لم يقل إيش يتصدق عنه، لم يقل يحج عنه، لم يقل يبني له مسجدا، لم يقل يحفر له بئرا. لكن الناس عندهم لو أن تصدق عن والديه يعني صنع شيئا، لكن يدعو له هذا كثير من الناس يقصر في ذاك أصلا. ربما يذكر والديه أحيانا كانوا أمواتا ما يدعو لهم، ما يقول مثل والد الله يحفظه الله يبارك لنا فيه، أو إذا كان متوفى توفى الله رحمه الله ربما أتى بخبر عنه أو بشيء مضحك أو شيء محزن، أو ما يقول رحمه الله، ما يقول غفر الله له، بل ويسجد في اليوم 17 سجدة، هذا الفريضة غير النافلة. ربما ما يدعو لوالديه بدعاء واحد، بخيل. هذا أعظم ما يقدم الولد لوالديه ها الدعاء. ثم دعاك لوالديك هذا أيضا عبادة منك لله عز وجل، هذا أيضا عبادة منك لله عز وجل. كذلك ادعو لإخوانك ما يسمعك بظهر الغيب، حتى أن الله وكل ملكا على رأسك، كلما دعوت لأخيك بظهر الغيب قال آمين ولك بمثله. وهذا من أسباب استجابة الدعاء، أن تدعو لأخيك فيؤمن ملك فيتقبل الله دعاك فيعطيك كما دعوت لأخيك. ادعو له بالمغفرة، بالستر، بالرحمة، بالتوفيق، بالرزق. لا تحسد أحدا، بل ما رأيكم بمن يدعو لمن ظلمه؟ تدعو لمن ظلمك. هذا أيضا قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، كانوا مشركين ويعذبون النبي عليه الصلاة والسلام ويعذبون الدعاة الله عز وجل، فيبادر فيدعو لهم، هذا شيء عظيم. وفي الدعاء لمن ظلمك فائدة عظيمة جدا. أولا إذا عفوت الله يعفو عنك، أنت ما ترجو من هذا كما ترجو من الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل، الذي يعفو يعفو الله عنه، واضح؟ ثانيا الدعاء للظالم إذا ظلمك هذا ينعكس عليك، يعني تبرد حرارة قلبك وتهدأ نفسك. تصور بعض الناس واحد ظالمه ويدعو عليه اللهم شل أركانه، اللهم افعل فيه، اللهم احرقه وأولاد الله، وذاك اليوم الله يوسع عليه زيادة ينقهر كذا، يزيد القهر فيه. صار لي 2 3 أدعو اللهم عليك بي، اللهم عليك بي، أشوف كل يوم تحسن أموره ينقهر زيادة. لكن لو أنك دعوت له وعفوت عنه تطمئن، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يحشر الله يوم القيامة رجلا فيسأله الله يحاسب ماذا عملت، يقول لم أعمل غير أني كنت أبايع الناس وكنت آمر غلماني عمال اللي عنده أن أنظر الموسر أتعسر ادفع ادفع ادفع، صح عنده يمكن عنده حسابات، انظروا الموسر وتجاوزوا على المعسر، اللي الدفع انتظروا حتى يدفع، ولا عاجز معسر تجاوز عنه. فقال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز منك فتجاوز الله عنه. الجزاء من جنس العمل. طيب نفسك انك دائما تعفو، دائما تدعو للظالم الذي ظلمك. أما الدعاء عليه وإن كان من حقك لكن الدعاء له سبحان الله فيه فوائد عظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى والخلاصة أن الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي مذموم. نعم. تاسعا أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل في العمل الصالح لقوله تعالى للرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وفي المؤمنين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والذي أمر به المرسلين شيئان، الأول الأكل من الطيبات، الثاني العمل الصالح. فليس كل من قال الشكر لله والحمد لله يكون شاكرا حتى يعمل صالحا، ولهذا قال بعض الفقهاء الشكر طاعة المنعم أي القيام بطاعته، وهذا معنى قوله واعملوا صالحا. نعم. ربنا جل وعلا في حق الرسل ماذا قال؟ ها؟ قال كلوا. لحظة شوف. طيب. في حق الرسل قال
إن الله تعالى طيب لا يقول طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أمرهم بالعمل صح، يأكلون الطيبات ويعملوا صالحا. قال وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. في حق المرسلين قال اعملوا صالحا، في حق المؤمنين قال اشكروا. وقد أمر المؤمنون بما أمر الله به المرسلين، فدل هذا على ماذا؟ على أن الشكر عمل صالح، كما أن الرسل يعملوا صالحا قد أمر بالعمل الصالح، كذلك أمر المؤمنون بالشكر، فقال معنى هذا أن الشكر إيش؟ عمل، عمل صالح. يقول الشيخ أن الشكر ليس معناه أن تقول الشكر لله، هذا من الشكر ما في شك، لكن ذكر ابن القيم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن تقر بقلبك إيمانا بأن ما من نعمة بك وبغيرك إلا وهي من الله عز وجل، تنسب النعم لله عز وجل، ما تقول مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، وإنما تقول ليش مطرنا؟ بفضل الله ورحمته، وما بكم من نعمة فمن الله، عقيدة قلبك. وأما باللسان فتثني على الله عز وجل الذي أنعم عليك بهذه النعم الظاهرة والباطنة، قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. وانظر إلى حال كثير من الناس لا يتحدث بنعمة الله، دائما فقط يذكر ماذا؟ النقائص، ما عندنا كذا، ما عندنا كذا، ما أكلين تبن، ما أكلين هوى، ما شي، يقول كلمات عجيبة. وربنا جل وعلا يقول إن الإنسان لربه لكنود، جاء في تفسير لكنود قال يذكر النقم ولا يذكر النعم، فقط إيش؟ ما عندنا، ما عندنا، ما عندنا، ما يذكر إيش؟ ما أعطاه الله من النعم التي تعد لكنها لا تحصى. فاللسان عليه واجب أن يشكر الله على النعم، عرفنا الشكر بالقلب وباللسان، وبالجوارح أن يسخر جوارحه في طاعة الله، يسخر سمعه وبصره ويديه ورجليه في طاعة الله عز وجل، وذاك يقول جل وعلا واعملوا صالحا، فيكون العمل الشكر عمل. وقال جل وعلا في آية أخرى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا. كيف يكون عمل بالشكر؟ قال يعتقد بقلبه إن ما من نعمة إلا فيها من الله، وأن يحدث بلسانه بنعمة الله، وأن يجعل جوارحه في طاعة الله. هنا يجرنا إلى بحث آخر وهو ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أيهما أوسع، الحمد ولا الشكر؟ لا في أدرنا الله أعلم، لكن حاول، ما نبي منك فتوى، نبيك مدارسة. الحمد أوسع من الشكر. طيب في قول آخر الشكر أوسع، كل منهما أوسع من الآخر من وجه. عرفنا الآن أن الشكر يكون إيش يا إخوان؟ بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان، يكون بالقلب واللسان. فمن هذا الباب إيش؟ الشكر أوسع، لأنه بالقلب واللسان والجوارح. الحمد يكون بالقلب واللسان. طيب كيف يكون الحمد أوسع من الشكر؟ قال لأن الشكر يكون مقابل نعمة، تشكر من؟ الذي يعطيك شيء تشكره، أحسن إليك تشكره، تصدق عليك، سدد عنك دين، ساعدك، شفع لك، احترمك، عزمك، دعاك، يعمل لك معروف. فالشكر يكون إيش؟ مقابل، مقابل نعمة، مقابل معروف. لكن الحمد ليس بالضرورة أن يكون مقابل نعمة، لأن الحمد وصف المحمود بالصفات. يعني لو أن شخصا ما قال والله فلان ذكي، فلان سريع، فلان قوي، فلان فنان، فلان مهندس، حتى لو واحد من قديم الزمان يعني لا أدركه ولا سوى له أي نعمة، لكن شوف، اسمع إلى كلامه، اسمع إلى شعره، اسمع إلى اختراعاته، اسمع إلى انظر إلى سرعته، فهذا ماذا فعل؟ شكره ولا حمده؟ حمده. فالحمد يكون مقابل من ينعم عليك، ومن لا ينعم عليك تحمده بذكر ما فيه من الصفات، فهو أوسع، أوسع من هذا الوجه من
الشكر، لأن الشكر يكون مقابل نعمة، ينعم عليك فتشكره. لكن الحمد واحد سريع ولا قوي ولا جميل ولا ذكي، وتذكره بما له فيه من الصفات، هل أصنع لك شيئا؟ ليس بالضرورة. فصار الآن الحمد يكون أوسع، لأنه وصف المحمود بالصفات الحميدة، سواء أحسن إلي أو لم يحسن إلي. والشكر أوسع، لأنه ماذا؟ يكون بالقلب واللسان والجوارح. لو أن شخصا ما مثل ما ذكر ابن القيم شكر الله عز بقلبه ولسانه وجوارحه، فقد شكر الله على ما أنعم عليه مع تقصيره بالشكر. هل لو فعل ذلك أيضا ما زال مقصرا؟ لو شكر الله بماذا؟ ها، بقلبه ولسانه وجوارحه، وأيضا يبقى مقصرا. لماذا؟ لأن النعم كثيرة واسعة جدا. ماذا ستقول بلسانك؟ ماذا ستفعل بجوارحك؟ ماذا ستعتقد بقلبك؟ في نعم ظاهرة وباطنة، في نعم عامة، في نعم يتمتع فيها حتى الكافر. الله يمسك السماء أن تقع الأرض، الله جعل الأرض قرارا، الله يرسل هذا الهواء يتنفس به الناس، الكفار والمسلمون والبهائم والشجر، هذه نعم ما يستطيع إنسان أن يشكر الله عليها، مقصر. فلو شكر قل معي بالقلب واللسان والجوارح يبقى ماذا؟ مقصرا. بل أن حتى شكر الله عز وجل نعمة تحتاج إلى شكر، لولا الله عز وجل أعانك على الشكر ما تشكر. وفي الحديث قل اللهم أعني ها على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فالعبد بحاجة إلى ماذا؟ إلى عون من الله حتى يشكر. فأنت لازم تشكر الله إذا أعانك على الشكر، فالشكر نفسه نعمة تفتقر إلى شكر. ثم إذا شكرت يتقبل الله منك أو لا يتقبل؟ إذا تقبل منك هذه نعمة، تبهت؟ فالله هو الذي يرزق، هو الذي يخلق ويرزق، وهو الذي أمر بالشكر، وهو الذي يعين على الشكر، وهو الذي يتقبل شكر الشاكر. وإذا شكرت ماذا يفعل؟ لئن شكرتم لا أزيدنكم. هذا كيف؟ ماذا تفعل؟ أين تذهب؟ هل تنتهي من شكر الله عز وجل؟ هل تفي بشكر الله؟ هل تفي؟ ما تفي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله حتى تتورم قدماه، حتى تتفطر قدماه، فيقال له بذلك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني من باب شكر شيء. وإلا نعم الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، واضح؟ فالشكر عمل صالح، ومن الأعمال الصالحة الشكر. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال للمرسلين ها اعملوا صالحا، وقال للمؤمنين واشكروا، فدل على أن الشكر عمل صالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عاشرا: توجيه الأمر لمن هو متصف به لقوله واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات ولا شك في ذلك. وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، وقوله: وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديك. ففي هذه الآيات أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقوى، مع أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله عز وجل. والواحد منا ونحن مفرطون، إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، ولو قيل له الله يهديك لقال وما الذي أنا واقع فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه بقوله: يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح، وإن كانوا يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. جميل. بس الآية الثانية ماذا إيش علاقتها؟ وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. من القائل واتق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي لزيد. لكن الآية الأولى واضحة، أن الله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، وهو سيد المتقين، صح؟ فهنا يقول لا إشكال، الذين يعملوا صالحا، المرسلين يعملوا صالحا، ومع ذلك يقول اعملوا صالحا. وجه ذلك إن كان من أمر بالتقوى أو بالعمل الصالح هو قائم بالعمل الصالح أو متقي الله عز وجل، فالمراد ازدد، استمر وازدد بذلك.
حتى لو كنت أنت في تقوى الله، أنت في العمل الصالح، يقال لك ازدد واثبت، اثبت ما أنت عليه وازدد منه. وهذا معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يروى أن مدرس أو مدرسة قال خطأ مطبعي، امسحوا واحدة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، صح؟ الأولى غير الثانية، يا أيها الذين آمنوا، ها الثانية آمنوا فعل الأمر. لكن يستشكل بعض، كيف يقال المؤمن أؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتقين، كيف يقال له اتق الله وهو من المتقين؟ بل هو سيد المتقين. فالمراد أثبت على التقوى وازدد من التقوى. وهل التقوى تزداد؟ وما الدليل؟ يقول واحد من الأخ أخوان يقول أنا عارف الجواب بس خاف تقول لي ما الدليل، أتورط فأسكت أحسن. ها التقوى تزداد بدليل يا أيها النبي اتق الله، هذا نقوله صح. إذن اتق الله يعني أثبت على التقوى وازدد منه، اعملوا صالحا يعني ثبتوا علم الصالح وزيدوا منه. وإذاك يقال الذي يأكل كل، تعازم الناس ومتكلف، واحد بدأ يوقف شيء يقول كل ما وراك أحد، صح؟ ويقال لمن بدأ يستبطل المشي يقال هو إيش؟ امش، وهو يمشي. حتى بعض الناس يأكل يقول كل، يقول أكل ما أكل إن شاء الله شوي شوي علي، صح؟ يقال الذي يأكل كل والذي يمشي امشي، ويقال الذي يتق الله اتق الله، ويقال المؤمن آمن، ويقال للمعمل صالحا اعملوا صالحا، يعني اثبتوا على عمل صالح، اثبتوا على التقوى، اثبتوا على الإيمان وازدادوا منه. وما يدل على أن التقوى تزداد قوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا في تقوى فيه أتقى، وهذا أتقى إيش؟ اسم، اسم، اسم تفضيل. في تقوى في ماذا؟ في أتقى. وما يدل على زيادة التقوى قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. إذا في تقوى في حق التقوى، واضح؟ وقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الرسل يعملوا صالحا، ومع ذلك قال لهم الله عز وجل: اعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ولا اشكال في ذلك، يعني اثبتوا على العمل الصالح وازدادوا من. وهكذا لمن ترك المنكر الفلاني، فلو قيل له اتق الله واترك وهو تارك، يعني استمر على تركك واحذر ان تقع في المستقبل. وقد يقال اتق الله لمن هو مقصر في شيء أو واقع في شيء، فقال اتق الله يعني افعل ما أنت قد فرطت فيه، أو اتق الله يعني اترك ما أنت واقع فيه من محظور. إذا ليس بالضرورة إذا قيل لشخص اتق الله يعني أنه ماذا؟ ليس تقية لله، وإنما المراد اثبت على التقوى وازدد منها. وقد يقال لمن فرط في امتثال الأمر اتق الله يعني وامتثل، أو اتق الله لمن وقع في محظور اتق الله يعني واجتنب. واضح هذا الآن؟ فلا اشكال في قول الله للمرسلين اعملوا صالحا، مع انهم يعملون صالحا. نعم كمل. قال 11: تحريم الخبائث لقوله. عاد هنا الشيخ ذكر يعني يقول بعض الناس اذا قيل اتق الله انتفخ غضبا، واذا قيل الله يهديك ايضا ايش؟ قال ايش شايف عليه حتى تقول الله يهديك؟ يعني الله يهديك يزيدك هدى، والذي اهتدوا زادهم هدى. لكن هنا في ملاحظه يا اخوان، ان بعض الناس قد يخرج منه كلام الله يهديك ولا اتق الله ولا حتى جزاك الله خير بنبرة فيها زجر للشخص، هنا هذا ينزعج الواحد منها ولا لا؟ هذا شيء رأيناه وعشناه. واحد يجي واحد يقول جزاك الله خير، جزاك الله خير، زين جزاك الله خير، جزاك خير، ادعو لي الله يجزيك خير، مو يعني تزجرني زجرا، ها؟ فهنا النبرة هاي لها معنى ولا لا؟ ليس كذلك؟ نبرة. لماذا ذكرنا مرارا أن الصحابة فهموا من التنزيل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه البعيد، صح؟ لأن النبرة لها معنى. إذا قلت الآن للأخ السعدون، صح؟ إذا قلت له، بس بقول له عن جملتين، شوف بينهم فرق ولا أو ليس بينهم فرق. أخ سعدون كم عمرك؟ لحظة ما بقدر تقول عمرك، كم عمرك؟ واضح؟ ثانية كم عمرك؟ نفس الشيء بين الفرق، اكتبهم كتابة، ها كتابة
كم عمرك؟ كم عمرك؟ أي المكتوب كم عمرك؟ الأولى والثانية كم عمرك؟ لكن لما استفسر منك كم عمرك غير لما أنا أقولك كم عمرك على سبيل الاستصغار. شفت الفرق؟ فبعض الناس صح يقول حق واحد اتق الله ولا الله يهديك، لكن يصدره زجر الله يهديك، يقول أخي شيك أنت ليش ما تبي الله يهديك؟ يا أخي أبي الله يهديني، بس أنت الحين طريقتك بهذه مو ما قصدت الدعاء لي بالهداية، وإنما قصدت ماذا؟ زجري، رافع صوتك ومطلع عيونك علي وتصرخ وتقول الله يهديك وتقول لا أنا ما قلت شيء. انتبهتم؟ لكن لو أن شخصا ما قيل له ذلك وليس على سبيل الزجر، ذكر بتقوى الله عز وجل كما يقول خطيب المصلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتلوا عليهم الآيات، هذا لا بأس به، بل مطالب المسلم أن يزداد التقوى، أن يثبت على التقوى ويزداد منها. نعم. 11 تحريم الخبائث لقوله من الطيبات وقوله في المؤمنين ومن طيبات ما رزقناكم. نعم. لكن ما هو مدار الخبث؟ طيب، تحريم الخبائث لقوله من الطيبات ومن طيبات ما رزقناكم، بما أنه أمر بأكل الطيبات الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذه من القواعد. كون أمر بأكل الطيبات يعني ها لا تأكلوا الخبائث، وذلك جاء في قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عن الخبائث. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. قال شو طيب، ايش دخل الآية هذه بأن تقول التدخين حرام؟ شو قال حل الطيبات، هذا ليس من الطيبات، هذا من الخبائث، إذا الذي أحل الله لنا فقط ماذا؟ الطيبات. نعم. لكن ما مدار الخبث؟ لكن ما هو مدار الخبث؟ على ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث استخبثه الشر؟ أعلى، استفهمها، أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو نقول الخبيث ما استخبثه الشر؟ نشوف. نعم. الجواب الخبيث ما استخبثه الشر، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس، لأنه يفتح من الشر والخلاف ما هو معلوم. ولنضرب لهذا مثالا، بعض الناس يستخبث أكل الجراد، ومن الناس من يستخبث الضبط، وهما حلال. وعلى هذا فالاستخباث ليس مرجعه للكراهية الطبيعية، لأن كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله. صحيح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل بحضرة الضب فرفع يده لما عرف ضب، فقيل له أحرامه؟ قال لا، غير أني إيش أجد نفسي تعافه، ليس بأرض قومي، يعني مكة أرض جبلية ما فيها ضباء، هاي يعيش وين بالصحاري. فخالد وليد أكل منه، النبي صلى الله عليه وسلم تعافه نفسه، فهذا لا يقال عنه إيش أنه ترك حلالا، لا، النفس وما تشتهي. فالخبيث وعدم الخبيث ليس إرادة لأذواق الناس، كونك ما تشتهي شيء، لكن كونك مثل تقول هذا حرام لأني أنا ما أشتهي، لا، ما يجوز تحرم شيئا لأنك فقط لا تشتهي. انتبهتم؟ طيب كمل. قال فبعض العرب كما قيل عنهم يأكل ما هب ودب إلى الخنفساء أو شيء مثل الخنفساء، والباقي كله يؤكل. وعلى هذا فالمرجع في كون شيء طيبا أو خبيثا إلى الشرع لا إلى أذواق الناس. في جنوب شرق آسيا الصين وتايلاند وكذا يأكلون كل شيء، صراصير، ديدان، ثعابين، فئران، كل محترشة، نسأل الله العافية. بوذيون أخبث بكثير من النصارى، ما عندهم حدود، فهؤلاء ما في شك أنهم إيش استباحوا ما حرم الله عز وجل، لأنه ما عندهم دين، حتى دين محرف ما عندهم. لكن لو أن الشخص ما يشتهي الشيء الفلاني، نفسه ما يشتهي يأكل الشيء الفلاني، لا بأس، لا يجوز أن يحرم، ما تأكل كيفك، لكن ما تحرمه. نعم. ثاني عشر، استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب إجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أفضل، وقال بعد ذلك فأنى يستجاب لذلك، وهذا استفهام استبعاد. نعم. لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ الجواب لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولكن يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام. ذكرنا بحمد الله هذا صح،
قلنا ربنا استجب حتى للمشركين، بس استجاب حتى لإبليس لما قال أنظرني إلا يبعثون. ليس معنى أن كل واحد يأكل حرام الله يستجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد يعني فعلا من موانع استجابة الدعاء من استبعاد أن يستجاب الإنسان إذا كان يأكل حرام. وإلا ربنا جل يقول وآتاكم من كل ما سألتم، ويرزق من ومن؟ المسلمين والكفار. نعم. ثالث عشر، أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا أنه وردت أحاديث بأن المسافر لا ترد دعوته، ثم إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء. نعم. ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله عز وجل. صحيح. نعم. الرابع عشر، أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. صحيح. نعم. واضح. الخامس عشر، أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. يعني أشعث أغبر، ما يعني هذا المشروع أنك وأنت في بلدك مرتاح تروح إيش تجلس أشعث أغبر حتى وتدعو الله؟ لا، هذا مسافر، وحال السفر أن الإنسان يكون بعيد عن الترجل والترفه، فهو أشعث أغبر مسافر، والمسافر له دعوة مستجابة ويرفع يديه، ويرفع يديه من أسباب استجابة الدعاء، ويتوسل الله بالربوبية يقول يا رب يا رب، لكن أكله حرام وشربه حرام وغذية بالحرام، فأنه استجاب له. نعم. خامس عشر، أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء الثندؤتين أي أعلى الصدر، ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الظان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، وكلما بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع. سبحان الله، السنة عزيزة، ارفع يديك كما كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يضمهما، لا تفرج بين أصابعك، هذا ليس من السنة، كمان لا تضم إحداهما للأخرى. بعض الناس شغل بعض جماعة التبليغ يخرج مع الهنود ويأتي يظن هذه السنة، وأنا ذات يوم صليت في مسجد وأنا أتسنن في واحد جنبي نفس الحركة مالهم جلستهم هذا كده ويسوي كده، هذا شكل كويتي ليش سويت كده؟ يوم تسنن طالعته أعرفه شخصيا، ولا هذا من جماعة التبليغ؟ طيب أنت الحين رايح التبليغ ليش عاد حتى هذا يسوي حركات؟ أليس الواجب أن تحرص على ماذا؟ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يخرج مع التبليغ والله الذي لا إله رأيته يدعو هكذا، يدعو هذا مالت، هذا أصلا ما مالت حتى تبليغ، مالت إيش؟ مالت البوذيين، يضع باطن اليمنى على باطن شماله ويدعو، إيش هذا؟ أنت كلما تمسكت بالسنة كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا دلنا عليه، فافعل السنة واحرص عليها وتعلمها. نعم. وهنا مسألة، الرفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب هذا على ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول ما ورد فيه رفع اليدين، والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والقسم الثالث ما لم يرد فيه شيء. كلام جميل، لا إله إلا الله، الشيخ بالتفصيلات والتقسيمات. في قسم لم يرد فيه الرفع، كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يعني أسألكم مغفرتك، هل يشرع من خرج من الخلاء يرفع يديه يقول غفرانك؟ أو إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد اللهم تحلى برحمتك؟ لا. أو عطس واحد فقال الحمد لله ترفع يديك يقول رحمك الله؟ لا. فما لم يرد رفع اليدين لا ترفع. وفي مواضع فيها رفع اليدين مثل اليوم عرفة فيها الاستسقاء فترفع، وفي مواضع لم يرد أنه رفع ولم يرد أنه لم يرفع، لكن من مواضع الدعاء كان يكون مثلا بين الأذان والإقامة ولد أن يدعو لا بأس، أو قام من الليل يدعو لا بأس. نعم. قال فمثال القسم الأول، إذا دعا الخطيب باستسقاء أو استصحاء فإنه يرفع يديه والمعرفة. استسقاء واضح، ها؟ يعني يطلب السقيا. استصحاء لما زاد المطر على الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا كامل سبتا كامل مطروا حتى إيش كادوا يهلكوا من كثر المطر،
فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده يريد الصحو استصحاء، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. فإنه يرفع يديه والمأمومون كذلك، لما رواه البخاري في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يستسقي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ورفع الناس أيديهم معه يدعو. ومما جاء في السنة رفع اليدين في قنوت النوازل والوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وما أشبه ذلك، فالأمر فيها واضح. تمام. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء حال خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستسحاء، فلو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في خطبة الجمعة فإنه لا يرفع يديه، لو رفعهما لأنكر عليه. ففي صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، وكذلك رفع اليدين في دعاء المسبحة يمكن الله وأشار بإصبعه المسبحة، وكذلك رفع اليدين في صلاة في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير وما أشبه ذلك، هذا أيضا أمره ظاهر. الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدم، فالأصل الرفع لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد كالدعاء بين الخطبتين مثلا، فها هنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين مثلا، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء رفع اليدين فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع. تمام. السادس عشر أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله يا ربي يا رب. نعم. وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى ماذا تريد أو كلمة نحوها الله ثم استجاب له. نعم. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بيا رب، ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي فقال لا تقل يا سيدي قل ما قالت الرسل يا رب، وذلك لأن يقول يا سيدي يعني يقول لله عز وجل، وفي حديث السيد الله السيد الله، لكن لا تقل يا سيدي قل إيش قل يا ربي. نعم. وذلك أن العدول عن ألفاظ الأدعية الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. نعم. وهذه بلية تلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا زمام لها. ما معنى أسجاع؟ يعني دعاء طويل فواصل حرف واحد، حرف النون والحرف الراء ها؟ هذا كثير، حتى بعض الناس يجعله نغمة في هاتفه ها؟ ويطول لك دعاء، وبعضهم في صلاة التراويح يمكن أطول من صلاة القيام، والله وفوق الأرض وتحت الأرض، وإذا دخلنا اللحود والديدان والمش عارف إيش شيء، هذا كله ما أنزل الله به سلطان، هذا اسمه السجع، يأتي بهيش بفواصل الحروف حرف الدال والحرف النون والحرف الراء في تكلف أدعية كما قال الشيخ لا ما أنزل الله بهم السلطان. نعم. وأسوأ من هذا كما حدث في العصور الأخيرة الآن التباكي يعني إيش قاعد يحاول يبكي، واللي وراء بعد يحاول يبكي، البكاء هذا حالة تعتل الإنسان ويبكي، مو يغير صوته يغير نبرته يبكي يبكيهم، للأسف والله يا أخي أنا لا أذكر ابتشو هذا عند الحسينيات ما عند أهل السنة، هل خابر أنا ها؟ ألا أنا أشوف الناس لو يجيبونا مستعار هذا القارئ من الخارج ها ويعطى المبلغ الفلاني ويسكن الفندق الفلاني وسيارة تودي سيارة تجيبه، ليش؟ عشان يقرأ لهم عشان يبكي. من أسوأ ما سمعت أن في واحد محضر له كلمة محضرها بالبيت خالص وجايب قلم فصفوري، تعرفون الفصفوري ها اللون الفصفوري، ومخطط على بعض الأسطر وكاتب على الحاشية على الجنب هنا بكاء
حضر من البيت، انتبهت كيف؟ يعني ايش هو يقرا على هذا؟ اذا وصل على الخط الفوسفور المحضر هني هنا بكاء طقها بيتي حجيب. ها شغل حسنيات على المضبوط، لا تتمعس المكان قبلكم، لا وجون بفلوس بعد فنادق وسيارات هنا بكاء، هذا ما هو طيب. هذا ويسوون اعلان حاضر كذا واللي راح يصلي فينا فلان والمكان الفلاني، هذا كله ايش؟ شغل تجميع، شغل ترقيع، ما انزل الله بهم السلطان، نسال الله العافيه. نعم. قال وربما يكون بعضها محذورا ويعدلون عن الادعيه الشرعيه، ولهذا اوصيكم بألا تعدلوا عن الادعيه الشرعيه الى غيرها الا من له حاجه خاصه يريد ان يسال. الادعيه الشرعيه معصومه، ما في دعاء شرعي نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في خطا، لا في غلو ولا في استعجال ولا في شركيات ولا فيه أخطاء لغوية ولا لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله. نعم. قال إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياها، فهذا شيء آخر، لكن أن تأتي بأسجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمام، فهذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. نعم. سابع عشر، التحذير البالغ من أكل الحرام. إن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. هذا أكل الحرام لعينه أو لكسبه؟ ها؟ شمعت لعينه أو لكسبه؟ لعينه مثل ماذا؟ حرام لعينه مثل أكل خنزير، خنزير حرام لعينه صح؟ ما شاء الله عليك الخنزير وبعد والميتة والميتة أحسنت ما شاء الله عليك وبعد وما ذبح على النصب يذبح حق الأصنام ها هم معنا. طيب حرام لكسب بعد معروفة، ربا، رشوة، سرقة، نهب، اختلاس، هذا حرام لكسب. ما الذي يستبعد أن يستجاب له الدعاء؟ الذي يأكل المحرم لعينه كأكل الخنزير والميتة، أو الذي يأكل المحرم لكسبه؟ ها هذا وهذا، هذا خبيث وهذا خبيث، صلى الله العافية. نعم. قال هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدين، الله أكبر، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء، والله المستعان. سبحان الله. صحيح، يعني كثير من الناس يدرك بأن الذي يأكل أشياء مثلا الجلالة، تعرفون الجلالة؟ هذا الحيوان إذا أكل نجاسة وأخذ يظهر على جلده وعلى لبنه فيسمى الجلال، هذا يحبس ويطعم من الطاهرات والطيبات حتى تذهب رائحة بدنه ورائحة لبنه، لا يذبح ويؤكل ولا يشرب لبنه إذا صار جلالة. هذا لأنه أكل نجاسة. الشيخ يقول بأن الذي يأكل حرام أيضا يؤثر على بدنه كالذي يأكل إيش؟ خبيث يعني نجس، كذاك الذي يأكل، لأن أيضا الحرام نجس، الحرام خبيث صح، فيؤثر على جسد الإنسان، يؤثر حتى على أخلاقه، يؤثر حتى على صورة وجهه، ويؤثر حتى على رائحة بدنه. نعم هذا صحيح. وذاك تجد أهل البدع مسوخ كما ذاك ابن القيم، وجهه مظلم ولو كان أبيض لكن فيه ظلمة، وقد تجد إنسان عنده من التقوى ولو كان أسمر تجد في وجهه نور. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رشحه أطيب من المسك العرق، ليش؟ لطهارة باطنه، طهارة توحيده وعقيدته وإيمانه، حتى عرقه يكون إيش؟ أطيب من المسك، صلوات ربي وسلامه عليه. جمع الله وإياكم مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. انتهى الدرس، بس الأخ أبو صقر عنده سؤال، إيش سؤالك؟ أي بالنسبة لحفظ القرآن ومراجعته في طرق كثيرة خاصة الحفاظ، واليوم يمكن في طرق مكتوبة ومسموعة وفي ناس سووا عمل محاضرات، هي ليست طريقة واحدة، قد يقول كل واحد يقول لك طريقته التي جربها التي تعلمها من شيخه، فأنا أنصح الواحد الذي يريد أن يقرأ ويحفظ كيف يراجع
يلتزم مع حفاظ ربما يعطيك الطريقة ويراجع لك ويتابعك. في هذه الحالة سبحان الله تتعاون مع البر والتقوى تكون أقوى حفظا. لكن المعلوم أن الحفظ نوعان، حفظ سطحي وحفظ عميق. السطح هذا يأتي سريعا ويذهب سريعا، مثل ما تحفظ رقم واحد، رقم كم رقمك تعطيك عشان تتصل مرة مرتين وتنسى. لكن الحفظ العميق هو الذي يركز في حفظه حتى يستطيع أن يأتي به متى ما طلب منه. هذا كل الحفظ للقرآن كلما كان عميقا كلما كان أثبتا، وكلما كان سطحيا ها كما يقول البعض، يقول نظم الرحلة 45 يوم لحفظ القرآن، ما شاء الله يروحون 45 يوم المدينة والمدينة راجعين حافظ القرآن. هذا هم الطيار راجعين نسوه، لماذا؟ لأنه لعب، هذا ما هو. حتى مرة واحد أقام دورة هنا وبفلوس ها يقول بتحفظ القرآن كامل بأسبوع، فقال واحد يعني لما شفت الإعلان ذهبت أنا مع ابني وسجلنا ودفعنا 200 دينار أسبوع، والله زينة. يقول ليش؟ اكتشفت أني ما حفظت ولا شيئا. قال محفظ يقول اقرأ اقرأ، شوف الآن هي حفظت في العقل الباطن، لا تنظر لها، الصفحة اللي بعدها حفظت لكن في العقل الباطن. فيصيب شيئين، لا ترجع وتطالع، خليك باللي جاي الحين. والأمر الثاني لا تسمع لأحد، لا يقولك واحد تعال حفظ سمع، لا تسمع أحد، إذا سمعت له واخطأت فأنت يصيبك إحباط، أنت الحين حافظه في العقل الباطن. المهم 200 دينار 200 دينار اللي يحفظ القرآن بأسبوع واللي لا، كلما حفظت حفظا عميقا كان أثبت للمراجعة. لكن خلاصة القرآن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. يعني المراجعة الكثرة هي هذه إلا تثبت. إذا جئت تحفظ راجع كثيرا وتعمق بالحفظ، حتى بعض الحفاظ يقول تقرأ الوجه الواحد وانت تحفظه 100 مرة، لو قرأت 10 مرات 15 مرة ورأيت نفسك حفظته أيضا إيش كمل ليل 100. واضح؟ متى نخلص؟ من قالك أنت مطلوب منك متى تخلص؟ هذه عبادة لله عز وجل، لست مطلوبا أن تدخل في مسابقة ولا أن تأخذ في درجة ولا أن تتخرج من الكورس الفلاني، لا، هذا عمل لك بينك وبين الله عز وجل. اقرأ الوجه 100 مرة 200 مرة 50 مرة حسب طاقتك حسب قدرتك، واعلم أن كثرة قراءتك في القرآن يعطيك قوة. يعني واحد الآن يلعب حديد، أول ما اشترك راح طلع العضلات ولا لازم شوي مع التمرين مع فترة، صح ولا ها؟ الذاكرة مثل العضلة، لا تظنك كلما زدت عليها كلما ذهبت طاقتها، لا، كلما زدت عليها كلما قويت، كلما قويت. الآن ليش احنا ما نحفظ رقم الهواتف؟ لماذا؟ لأن ما نعود أنفذ على الحفظ. كم رقمك ها؟ أبرمج عندي، يمكن واحد رقم الخاص محافظة، لماذا؟ لأن تركنا الحفظ. أنا أذكر يمكن عمرنا 12 حافظ يمكن 12 رقم من الشباب اللي طقتنا، احنا طلاب مدرسة يعني، أصحيهم الفجر على التلفون أبو البقرص حافظهم كلهم حفظ. الحين حتى زوجاتي محافظة أرقامهم، حتى أولادي محافظة أرقامهم، ليش؟ خلاص خزن وخلاص زين بعد ما أنسى اسم عيالي. فالذاكرة إذا ضغطها تقوى تقوى. واعلم أن من فضل الله عز وجل القرآن يتفلت، هذا فضل الله. قل أهل العلم لو كان القرآن لا يتفلت لما احتجت إلى كثرة تلاوتي، وكثرة التلاوة فيه ماذا؟ أجر عظيم، الحرب 10 حسنات، هذا من أعظم المشاريع المربحة، طلع فيها ملايين مليارات الحسنات ربح. لكن لو أنك من أول مرة قرأت القرآن حفظته أو بأسبوع حفظته ما تحتاج إلى أن تكرر فيفوتك الأجر. فتقرأ وتخطئ وتشابع لك الآيات، والآن في كتب كثيرة في مواقع كثيرة علمك كيف تميز بين الآيات وكيف وكيف المتشابهات. فأنت شوف لك واحدة طريقة من الطرق اللي يتبعون الحفاظ سواء مرئية ولا مكتوبة، لو واحد تلتزم معه ويخط لك خطة معينة وتمشي عليها. إذا ما صلحت معك شوف خطة ثانية، وليس بالضرورة لما تسألنا أعطيك خطة راح تمشي عليها، أو سؤالك يعني كيف أعمل. أنا أصلا لست يعني محفظا للقرآن حتى، لا، في ناس أجود مني بكثير 100 مرة. شوف لك هؤلاء
والتزم معهم. أنا التزمت عدة طرق وأعيد وأكرر، لكن أحمد الله عز وجل إن إيش؟ إن الله عز وجل رحمنا بأن التكرار هذا فيه أجر وثواب. كرر يا حبيبي، ما أنت خسران شيء، والله ربح محض، ما في خسارة أبدا إذا أخلصت النية لله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.